يكون على الطبيب لما يجي المراجع وكذا أنه أنا أريد أسوي ابتسامة، شو نحط معايير مرتبة نخلص المراجع من الهوس إلى أنه أرجوك أنت ما تحتاج، كل اللي تحتاجه هيك تكات بسيطة وخلص. والله إيش قد أكو ناس هي ما تحتاج أساسا كومة، يعني حالات تجيني حتى سوى صار ترند، مو بس هاي حالات تجيني وطلعوا زعلوا وقالوا شو عليه ليش ما تشتغلنا، يعني تبع الاسنان اسنانه اوكي البياض بياض طبيعي، يعني حتى عندي حاله من الحالات ماخذ لها صور الاسنان هي نظام الحافات شفافه ربانيه موجوده بالاسنان، اجت البنيه تريد تسوي ابتسامه عمود عندها السن الاماميات شوي هذا صاعد تقويم شفاف اسويها ما اقدر ابتسامه لا الا ياب اسنانك اوكي وحلوه بيضه ومرتبه وديزاينها تمام ماكو داعي انا عجبني اسوي ابتسامه رافض التقويم لحد ما قنعتها بشغله التقويم الشفاف نسوي حتى نعدل بس هذا لعوجها شويه كلش تعبت واكو حالات طلعوا وزعلوا ان هم اسنانهم ما بيها شيء بس جايده يسوي ابتسامه هي الغايه من الابتسامه حصل اسنان يعني نقول بياض طبيعي او بياض قوي حسب اختيار الشخص وديزاين حغير الاسنان زياده اسناني اوكي وما بيها مشاكل وما عندي فد يعني قلت تسوسات بالاسنان ماكو داعي اسوي ابتسامه يعني العقل لازم نحكمه بكل شيء بس صار الغلط بهالشيء دكتور اكو مواد كثيره لابتسامه المشاهير من ضمنها الايماكس والزارغون واكو يمكن تقنيات هوايه يا ريت لو تعرفنا عليها هي تعتمد على الانظمه اكو مثلا سيراميك واكو زارغون سيراميك بعده معمول معمول بس هو قديم بس مو سيراميك عندك حالات خاصه مثلا اذا سن طاحن وكان حشوه جذر وسن بالاخير حتسوي زرقون زرقون احتمال معرض للكسر نفسه لان هذا كسن الاخير ما يتحمله فيحطون السيراميك على الابتسامه الاماميه لا هو الزرقون والايماكس اكيد واكو تعتمد على التقنيات يعني مثل تقنيه 3 ام فينيرز تقنيه 3 اس دي غيرها هذين التقنيات الجديده شنو هاي التقنيات؟ يعني هاي تصمم لك ابتسامه بدون ما نبره الاسنان تعتمد على الطبيب اللي حيشتغل ديزاين رقمي وعلى المختبر نفسه اللي حيشتغل يعني اكو مختبرات يعني تخلي الطبيب يكون متواصل وياها ويقول له انا عاجبني هيك وعاجبني هيك وسوي لي هيك وطول واكو مختبرات ما تقبل نظام الثري انفينيرز المختبرات تشتغلها هي مختبرات المانيه وعندها افرع بالمانيا وبالامارات يعني تخلي مساعده للطبيب تقول له شو عاجبه المراجع عاجبه كذا حافات شفاف المراجع يختارها هيك طول اسناني هيك شكل اسناني اريد هاي الموديل الجديد اللي يصير ربد سمايل ديزاين النساء اللي يسوون يطولون الاسنان الاماميه ويطوها حافات شفافه هذا المختبرات تخلي المراجع والطبيب يختار كل تفاصيله ويصممون على المراجع اللي يريده وعلى الطبيب اللي يريده خاصه وبدون ما نبرد الاسنان يعني بعد شغل المراجع نفسه ضاج من الابتسامه يريد يرجع اسنانه نفس ما كانت مجرد بالليزر تنشال اللينس العدسات ترجع ابتسامتها واسنانه نفس ما كانت